فين؟ ممكن تساعدنا يا روح البيت؟ البيت اللي هو البنيه ولا القديم؟ البيت اللي فيه البنتين. هروح لوحدي، ساعدني بس. مفيش مشكلة نودي حضرتك، مفيش مشكلة، تعالى. يلا. أنا رايحة فين؟ رايحة هو بنيه بمجهوده وبتعبه ومن شقاه ومن عرقه. أنا مستغربة جدا، يعني البنات بتبقى حنينة على أبوها، عرف عرف معروف عاداتنا وتقاليدنا وديننا إن البنت دي بتبقى حنينة على أبوها. أنا مش مصدقة إن في بنتين يبهدلوا أبوها كده، مش مصدقة. على مرأة ومسمع الكل، يعني كل الناس دي بتكتب؟ طب ازاي؟ فين يا عم زين؟ معادين هم والبنات، هي والبنات ماشيين. روحهم؟ راحوا فين؟ نعم مفيش ولا كل شيء. مشيوا من البيت؟ بيقولوا لي ان هم كانوش في البيت وما دلوقتي روحوا. بنتين؟ على اننا هتتكلم هتغلط بقى عشان من عدم الاحتكاك، هنوري لك البيت وحضرتك. حاضر. لا ما حدش يقف معايا يا سيدي. كتر خيركم انتوا جبتونا لحد هنا. الشقه الثانيه دي لازم انا رحت له الشقه بصراحه قبل كده، يعني اصل الناس بتوع خير كانوا بيعملوا وجبات، فانا بصراحه مني عارفه فرحت له قبل كده الشقه. بصراحه الشقه ما اتقعدش فيها، لقيته قاعد لوحده والشبابيك كلها مفتوحه، كنا في عز البرد والدنيا بتشتي. نزلت من عنده اقسم بالله بقيت زعلان جدا. فين يا مسيد؟ فين؟ شاور لي عليه من هنا، شاور لي عليه من هنا بس، وانت ما تدخلش انا هاسلك. شاور لي بس من بعيد وخلاص، وانا هروح لوحدي. ارجعوا كلكم، مش عايزه حد معايا خالص. لا مش هتكلم يا عم سيد. كلمنا عن ايه؟ هم بيشتموا وبيغلطوا كده؟ هو ده؟ متأكد؟ هو البيت ده؟ عايز أقول حاجة بقى للسادة المشاهدين. شهادة شهادة عظيم الست الرب. ده بيت عم سيد. بيت طويل عريض. أهو. مسلح. هو ده؟ البوابة دي. ده البيت. أنتوا متخيلين الحال وصل لفين؟ أنتوا متخيلين الحال وصل لفين؟ تقريبا هو دورين، يعني الظهر لان ده جرازينة. استني حد يرد. في كاميرا اهي، في كاميرا اهي. شايفين البيت؟ شايفين اب محروم من بيته ازاي؟ انتوا متخيلين؟ انتوا عارفين هيحس بيها مين اللي خسر ابوه وفقده؟ انتوا متخيلين؟ واللي ما خسرش ابوه ولا فقده، الاب ده يتشال على الراس، الاب ده جزمته على دماغنا، الاب ده الناس اللي بنتسند عليهم حتى لو ما بيعملكش حاجه، حتى لو انت اللي بتجري وبتعمل له، لأن رضا ربنا سبحانه وتعالى من رضا الأب ده والأم اللي جابوك الدنيا. لما بيت زي ده وراجل زي ده متبهدل البهدلة دي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عارفه من فين بيته؟ فين بيته يا حاج علي؟ ده البيت ده هو قاعد في الشقه اللي فوق في الاخر. انهي اخر؟
في اخر الدور الرابع ده. بيعرف يطلع السلم؟ اه بيطلع على قده، بيستند على قده وبيطلع. ده بيت والده الله يرحمه. ده بيت والده الله يرحمه. اه ده بيت والده. الشقه فاضيه، ما فيش فيها الا سرير بس. هتطلع تشوف المنظر فوق دلوقتي. بعد اذنك استسمح حاجه اطلع؟ تعال اطلع مع ماما. هي ده البيت. دي الأوضة اللي هو